بقف مع عادل، لكن ما تقف مع عادل برضه، ما تقف مع عادل. انا مالو ده ماكل الشعب السوداني اللي بتاكله بالدم. This is a blood money يا استاذ، انت راي اللوير. It's a blood money. It's a blood money. طيب بتقدم للناس بوليتيك الاسايلم ليه؟ You are a lawyer. You are a lawyer. بتقدم بوليتيك الاسايلم للناس ليه؟ Why you applying for political asylum؟ احترم القانون الجريت. انت معناه ده؟ ها؟ Yes. احترم القانون الجريت. Yes. معناه ده انت يو مظلومين. نصرة المظلومين. بتطلع للناس بوليتيك الاسايلم ليه؟ It is a blood money. It's a blood money. It's a blood money.